أنت عبده، أنت حبيبه، أنت الذي من أجلك خلقت السماوات والأرض. ولذلك لازم تعرف قيمتك، وتعرف أنك أنت أعظم عند الله من كعبة الله. ومن هنا تبدأ مرحلة الثقة بالله، لأن بعض الناس ما الذي يجعله لا يثق؟ أنه محتقر نفسه ويرى أنه لا شيء. إن كنت لا شيء في أعين الناس فأنت عند الله مصان الدم، مصان العرض، مجاب الدعوة، يستحي ربي أن يردك. وإذا أقبلت إليه أبشر بالخير وأنت قد أحسنت ما بينك وما بينه. فلما ضاقت، وهكذا هكذا الفرج يا إخواني ما يأتي إلا إذا ضاقت الأمور. متى يأتي الفجر؟ إذا اشتد الظلام. ولا يأتيك الفرج إلا إذا ضاقت. لماذا؟ لأن الله يختبرك يختبرك يختبرك، فإذا شافك خلاص ارتخيت أو ها جاء لك بالفرج، لكن بالطريقة التي يراها الله عز وجل. لما أم موسى مثلا رمت طفلها في البحر، وهذا شيء نادر ولا يحدث، ماذا وصف الله قلبها؟ إيش قال؟ قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت وتكلمت، لكن الله ربط على قلبها لماذا؟ ليعينها، لأنه وعدها فوثقت فيه. عشان كذا لازم أن تكون واثق بربك، لازم أن تعلم أن الله عندما يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، لازم تعلم أنه هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض والقادر على كل شيء جل جلاله. الآن الزارع الذي يزرع هذا ماذا يفعل؟ فقط يبذر البذرة، لكن من الذي يزرعها؟ الله جل جلاله. أنت عندما تنام مع زوجتك تقذف هذا الحيوان المنوي فقط، من الذي ينشئه وينبميه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ترى أنت مجرد سبب، وأنت بدون الله لا شيء. فكن واثقا بربك. هذا الطبيب الذي في المستشفى هل هو الشافي؟ هو سبب، الشافي هو الله عز وجل. وظيفتك التي تشتغل فيها أنت هي رزق؟ هي الرزق؟ لا لا لا، هي سبب. الرزق هناك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل أنت الآن لما أولادك تجتهد في تربيتهم أنت الهادي؟ كم من مربي ما بقي طريقة من طرق التربية إلا نفذها، ومع ذلك ما هدى الله أولاده. وكم من مروج مخدرات أولاده دعاة. الهادي هو الله سبحانه، أنت مجرد سبب. ولذلك لا تتكل على نفسك، دائما ارتبط بربك. لازم يكون عندك ثقة بالله وحسن ظن بالله. حسن الظن والثقة بالله هي التي تمشي حياتك، تخليك مرتاح البال. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تبطر على الناس ولا تتكبر، لأنك تعلم أنك ضعيف وبدون الله أنت لا شيء. رزقك عندما تبحث عن رزقك ما تطلبه بما حرم الله. لماذا؟ لأنك تعلم أن الرزق من الله، فلا تطلبه بما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرب إذا أردت أن تنمي ثقتك بربك أبعطيك بعض الأشياء تساعدك. أولا تؤمن باسم الرب. ما معنى الرب؟ حنا ده أول كلمة نقولها ما هي؟ الحمد لله إيش؟ رب العالمين. من هو الرب؟ الرب هو الذي يربي عباده. الله تبارك وتعالى يربينا ونحن ملكه، صح ولا لا؟ ألسنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن عبيده، نحن خلقه، يدبرنا كيف يشاء. هو الذي يعلم في مصالحنا، منا من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون غنيا،
ومنا من لا يصلح إلا أن يكون قويا وآخر ضعيف، وهذا تدبير الله. إذا أنت واثق بالله والله مهما تأتيك من الأقدار تكون مطمئن، تقول أنا أعلم أن ربي هو الذي يربيني وليس أنا. فما ظنكم برب العالمين، هذه آية ضعها دائما أمام عينيك. إذا أردت أن تقوي ثقتك لازم تعظم التوحيد في قلبك. لماذا؟ لأن الذين يعظمون التوحيد الله يعينهم. أما قرأتم قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك ماذا لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون. يعينك الله عز وجل. ولذلك انتبه لتوحيدك أن يهتز وثقتك بالله أن تهتز. مما يقوي الثقة في قلبك القرب من الله. كيف؟ أليس الله يقول لي ولك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ الله، إذا أحبك الله فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلوا بس يحبك وشوفوا ماذا يفعل فيك الله سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون في قمة المرض وتكون سعيد، قذف القناعة في قلبك والرضا. يمكن تكون في قمة الفقر وسعيد، أعطاك شيء ما تشتريه في الأسواق ولا تجده عند البشر. هذه هو الثقة وحسن الظن بالله. ليه؟ لأنك أنت يا المريض يا الفقير يا المتغرب يا أي مصائب الدنيا، يعني كم ستعيش؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم ستعود إليه. فلما تعود وإذا بك صابر محتسب راضي شاكر، أعطاك جنة لا تبيد أبدا. هذا عطاء الله عز وجل. فانتبه، لا تزعل على ربك ولا تغضب على الله، لا 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 لا، خلك واثق أن ما عند الله خير مما عندك. تذكر دائما قوله جل جلاله وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذا كان الله دائما يذكرك فهل تنسى؟ إذن أكثر من ذكر الله، سبح، هلل، اقرأ القرآن، حاول أنك ما تنقطع عن عبادة فيها ذكر. دائما اجعل لسانك رطب في الذكر، ما هو تجلس أمام الأجهزة بالساعات. وقليل من يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقول يا أخي وين ربي؟ وين ربك أنت؟ وين عن ربك أنت؟ وينك عن ربك أنت؟ أنت وينك عن ربك أنت؟ آخر اهتماماتك ربك، وتبغى ربك يعطيك كل شيء. ما هو معقول يا جماعة. لازم أنت تكون قوي الصلة بالله. صلاتك أعظم حبل يصلك بالله والصلاة، فرضها بنفسه من حبها لها وخلاها تراها 50 في اليوم الليلة، لكن رحمة الله فينا صارت 5. كيف الصلاة في قلبك أنت؟ على ما تشتهي ولا على ما يريد ربك؟ أنت الأبخص في نفسك، أنت محتاج الله يا جماعة. والله حنا محتاجين لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. انتبه لنفسك. صلى الفجر تكون في ذمته إلى المساء، صلى العشاء يكتب لك قيام نصف الليل، صلى العصر تشهد لك الملائكة. الصلوات هذه قرب. الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ أنت لو تروش 5 مرات والله تصير أنظف واحد في الدنيا. طيب هذا الذي يصلي ينظف الذنوب، نظافة الذنوب إيش معناها؟ قوة الإيمان، القرب من الله، أن يكون الله وليك. ثم خذ ما عند الله من العطايا. عليك أيضا بالدعاء. الدعاء يا إخوة لا تقطع الدعاء، ارفع يديك دائما وقل يا رب، وابحث عن مستجاب الدعوة. منهم أكثر وأعظم مستجاب الدعوة؟ أمك وأبوك. أكثر 2 يؤثرون في حياتك أمك وأبوك. كيف علاقتك فيهم؟ هم يدعون لك ويدعون عليك. أصلح ما بينك وبينهم وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يا إخواني شوفوا، لا يعني لا تظن أنك إذا دعيت وما أعطاك معناه في مشكلة. لا لا، مو صحيح، مو صحيح. والله يا إخوان أنا دائما أقف مع قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف.
يعقوب فقد ابنه يا أحبابي. يعقوب منه موظف ولا رجال عادي؟ يعقوب نبي، ابن إسحاق نبي، ابن إبراهيم نبي، وابنه الذي فقده يوسف نبي، كلها سلسلة أنبياء، ومع ذلك يفقد ابنه ويعلم أن ابنه ما مات، وهذا أعظم الحزن وأعظم الفقد. شوف كيف الابتلاء، ما بحنا الواحد لا جاه شوية دين ولا شيء قال أنا وأنا وأنا، يا أخي هذا الابتلاء ما هو ابتلاءات، وكل ومن حكمة الله يا أحبابي أن أشد أنواع البلاء نزلت على الأنبياء. من اللي دفن 6 من أولاده؟ من هو؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله؟ 6 يدفنهم عليه الصلاة والسلام، ويقذف في عرضه، ويسلب ماله، ويوصف بأقبح الصفات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إيش عاد أنت؟ يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم على ابنه، ومع ذلك ما زعل على ربه، استمر يدعو ربه، وما أجاب الله دعاءه إلا بعد 40 سنة. ليه؟ ما هو لأن الله ما يحبه، لا، الله جالس يدبر أمور ثانية هناك. لازم يطلع ابنك يا يعقوب ويروح في ذيك البير المعينة، لأن في قافلة ستحمله ليذهب به إلى مصر، ولابد أن يدخل على بيت عزيز مصر، ولازم يسجن عشان يصل إلى الملك. هذه سلسلة، هذا هو اللطيف، هذا هو التدبير. أنت لما تكون تحب الله ترضى بكل شيء، لكن لا صار إيمانك ضعيف أي شيء يزعلك. إخواني لازم نحيي الثقة في قلوبنا بربنا جل جلاله، وأنا أرجوك افتح جهازك اليوم وقل كيف أنمي ثقتي بربي، واسمعوا، اسمعوا للعلماء، اسمعوا للمربين، علشان تنمو ثقتك بالله، لأن كل ما نمت ثقتك ابشر والله بالعطايا من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. من يجبر المظلوم إلا الله؟ من يجبر المحتاج إلا الله؟ من يجبر المريض إلا الله؟ إيماننا بهذا الأمر يجعلنا نرتاح. فمثلا المظلوم، الشخص المظلوم الذي ظلم إما في عمله، أو امرأة ظلمت مع زوجها، أو أخ ظلم من أهله، أو أي إنسان ظلم، تذكر أن الله موجود، يعلم السر وأخفى، وكل شيء يحصيه الله عز وجل، ولا يضيع شيء عند الله أبدا. وأنه قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا الجبار المظلوم تذكر أن الله موجود. خذوا هذه القصة: كان هناك رجل كهل كبير في السن، طاعن في السن، يمشي ومعه عصاه، وكانت الأرض ممطورة، يعني ما يزال فيها مستنقعات مياه. فهذا الشاب يمشي ويخبط بقدميه على هذا الماء، ويطرطش على نفسه وعلى من حوله، فمرت بجواره شابة جميلة معها زوجها بجمال لبسها، فلما مروا من عنده خبط الأرض فطاش الماء فتوسخت ملابس هذه الشابة، فغضبت وصرخت والتفتت إلى زوجها واشتكت هذا الإنسان. هذا الجبار رأى هذا الضعيف فلطمه على وجهه، فسقط هذا الرجل الكبير على وجهه في المياه، ثم قام وقد ابتل وتعب، فنظر فإذا به لا يستطيع أن ينتقم من هذا، فتمتم بكلمات ثم ذهب. هذا ذهب هو وزوجته، دخلوا إلى البيت، مجرد ما أن وضع رجله على عتبة أول درجة سقط على رأسه ومات مباشرة. فذهبت المرأة تشتكي إلى القاضي، وقالت أن هذا تمتم بكلمات، وإني أظنه قد سحر زوجي أو فعل فيه ما فعل. فناداه القاضي وقال: ما الذي قلته؟ تعال أيها الكهل، ما الذي قلت؟
قال إني نظرت إليه وإلى قوته وإلى ضعفي فقلت يا رب أريتني قدرته علي فأرني قدرتك عليه. فانتقم الله لي. فالتفت القاضي إلى المرأة، اسمع، قال اشتكيتيه إلى حبيبك فقد فلطمه، واشتكاكم إلى حبيبه فقتله. هذا هو الجبار جل جلاله. فلا تتحدى الله، والله لو أن كل ظالم يعلم أن هناك رب يحصي وأيقن بهذا الأمر لما ظلم. ولذلك يا إخوة تأملوا معي في حديث المفلس. المفلس يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، صحيح؟ لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ما قال أنه يأتي يوم القيامة لأنه ما صلى يؤخذ من حسناته، أو ما صام ذاك اليوم يؤخذ من حسناته، أو أنه أفطر في رمضان لا لا، ما قال كذا. قال يأتي وقد ظلم هذا وأكل ماذا هذا وسفك دم هذا. إذا شوف الآن هنا في حقوق تؤخذ، ولذلك تؤخذ من حسناته وتوزع للآخرين. لماذا؟ لأن الجبار جل جلاله ينتصر لكل مظلوم ولكل من سرق ولكل من أخذ حقه. هذا 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 هكذا يكون الإيمان بالله عز وجل. أيضا الجبار نجد عند المنكسر قلوبهم، مثلا من هم المنكسر قلوبهم؟ المريض. وهنا أنا أوجه رسالة لكل مريض، إن كانك فقدت في حياتك الصحة تذكر أن الله أرحم بك من أمك. والله لو أن العافية تشترى لاشتريناها لمرضانا، والله ندفع أموالنا من أجل أن نرتاح ويرتاح أبناؤنا أو يرتاح والدينا المرضى. لكن هل فعلا، هل ربنا عز وجل ترك المريض يتألم ولم يعطه مقابل؟ سبحان أبدا أبدا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ اسمع لهذا الحديث ما أجمله، وهو بشرى لكل مريض. يقول لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. شوف, شوف النظافة، تنظيف للذنوب، تمصحيص. يعني أليس هذا جبر؟ عندما يأتي العبد يوم القيامة الذي كان مثلا معه سكر طول عمره، أو كلى طول عمره، أو كان معاقا طول عمره، أو أي مرض من الأمراض، ويتألم منه في حياته، هو تألم 20 30 40 سنة 50 سنة، ثم ماذا؟ ثم ذهب ليلقى الله وليس معه ولا ذنب، فيدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من الذين رضي الله عنهم، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط، ينسى كل التعب. أليس هذا فيه جبران للمريض؟ بل اسمع لهذا الحديث العظيم، يقول الله تعالى استزرتك يا ابن آدم فلم تزرني. الله، قال كيف أزورك وأنت الله؟ قال أما إنك لو عدت عبدي فلان المريض لوجدتني عنده. أليس هذا شرف؟ إذن يا إخوة المريض لا يظن أن الله عز وجل لا يمكن أن يجبر كسره، بل يجبر كسره. إلى من مات له حبيب، مات أبوك، مات ابنك، مات قريبك. خلك معي في هذه القصة رسالة إلى كل من مات له حبيب. لا تظن أن الله عز وجل عندما يأخذ أغلى ما عندك، أب ولا ابن ولا أخ، أنه يريد أن ينتقم منك أو لا يحبك. لا أبدا، ليس هذا خلق الله. والدليل على ذلك، اسمع لهذا القصة. كان هناك رجل رزقه الله بولد، فلما بلغ هذا الولد سنتين مات ابنه، فحزن عليه. وبعد ذلك حملت زوجته وأنجبت له ولدا ثاني، وما بلغ سنة إلا ومات هذا الولد الثاني. الآن كم؟ 2 ماتوا ويدفنهم بيده. ثم رزقه الله بأربع بنات وراء بعض. كبرت البنات، أول واحدة تزوجت، فلما تزوجت وفرح بها وسعد بها أيضا ماتت وعمرها في العشرينات، فدفنها. ثم زوج الثانية
فلما أنجبت له طفلة وفرح بها أيضا ماتت ودفنها. الآن بنتين وولدين. ثم بعد ذلك البنت الثالثة ما بلغ عمرها 27 سنة إلا وتمرض وتموت ويدفنها. الآن 3 بنات وولدين. وبعد كل هذا الألم والمعاناة لم يبقى عنده إلا بنت، فيرزقه الله عز وجل بولد، فيتعلق بالطفل ويحب هذا الطفل حب شديد. وما أن بلغ هذا الطفل 1.5 سنة إلا ويموت ويدفنه أيضا. إذن دفن كم؟ 6، 3 أبناء و3 بنات. تعرف من هو هذا؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من مات له حبيب، هل أنت خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ مات كل هؤلاء له. إذن ليس قضية الابتلاء أن الله عز وجل ينتقم منك، لا لا لا، لله حكمة فيما يأخذ ولله حكمة فيما يعطي. فهذا يجبر مصابك عندما تتذكر ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. إلى 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 كل إنسان أصيب بأي مصاب في هذه الدنيا من هم أو غم، والله إن الله ليأتي بالجبران من حيث لا تحتسب. شوفوا معي هذه القصة العجيبة التي حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم. لما طرده أهل الطائف وقذفوه بالحجارة هام على وجهه عليه الصلاة والسلام من الهم، حتى وصل إلى موضع قريب من مكة، وهو في همه وغمه وألمه محترق قلبه على الأمة وعلى أن هؤلاء القوم لا يستجيبون. فإذا بجبريل ينزل إليه، شوف جبر الخواطر الآن كيف ينزل جبريل ويقول: يا محمد صلى الله على رسول الله، هذا معي ملك الجبال أرسله الله ينتظر منك أمر واحد بس، ليطبق جبال مكة على أهل مكة. شوف كيف الله يجبر خاطر هذا النبي العظيم، لأنه دعا ورفع يديه وقال: أشكو إليك بثي وحزني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أهم شيء ما تكون غضبان علي يا رب. فيكرمه الله بأن يرسل إليه هذا الملك ومعه ملك الجبال، لكنه يرفض لأنه يريد من الله أن يهدي أمته. فعند ذلك يكرمه الله بكرامة أخرى لأنه رفض الانتقام، فيرسل إليه البراق معه جبريل ويعرج به إلى السماء 7 ليقابل الله عز وجل. كيف جبر خاطر محمد صلى الله عليه وسلم وينطلق في السماوات 7 ويصلي بالأنبياء كلهم ويحمل راية الأفضلية على البشر، ويقف في موقف لا يقف إليه أحد غيره عندما وصل إلى سدرة المنتهى وتفرض عليه الصلاة وهو هنا. أيضا ستجبر، يجبر خاطره في أمته يوم القيامة، فيكون هو صاحب الشفاعة العظمى. هكذا هذا معنى جبر الخواطر. إذن الله يجبر خاطر كل كسير أيا كان، فاحذر أن ينكسر أحد بسببك، واجتهد أن تكون مسعدا للناس. وهذا هو أثر الجبار على نفسك، يعني ابحث عن سعادة الناس. ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا كل جبران، كل جبر خواطر. بل إنك إذا اهتميت بالضعيف والفقير فأبشر والله بالرزق، يجبر خاطرك الله بالرزق. وهذا فيه رسالة إلى كل أب لديه ابن مريض أو أم لديها ابن مريض، رسالة لها وله: إن صبركم على هذا المريض وتحملكم يجبر الله به خواطركم. بهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا سلام، الرزق من الله والنصر من الله، بماذا؟ بجبرك لخاطر هذا المسكين. بل إن الله عز وجل يكافئك حتى إذا مسحت على رأس اليتيم. لماذا؟ لأنه منكسر، وربي عند المنكسرة قلوبهم دائما. تمسح على رأس اليتيم لك بكل شعرة حسنة، وتأتي تنافس النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة: أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة. إذن
اجتهد أن تكون مسعد للناس، جابر لخواطر الناس. رأيت إنسان مظلوم حاول أن تنصره، رأيت إنسان منكسر حاول أن تساند، رأيت إنسان عنده مشكلة حاول أن تقف معه، حتى لو ما قدرت تسوي شيء مجرد المشاعر والإحساس هذا يجعل الإنسان سعيد. وربي يحب الذين يسعدون الناس ويحب الذين يفرجون عن الناس، ولذلك يعدهم بوعود عظيمة: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا هو الجبار، نطبقه على أنفسنا، فلا نتجبر على خلق الله. لماذا؟ لأن الله موجود يرى ويسمع ويكتب ويسجل وسينتقم من كل إنسان تجبرنا عليه. وفي نفس الوقت نجتهد أن نكون مسعدين للبشر، نجتهد في إسعادهم، إدخال السرور إلى أنفسهم، وهكذا نكون حققنا هذه الصفة الجميلة في أنفسنا. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وحليم يحب الحلم، وكريم يحب الكرم، وجواد يحب العطاء. فجودوا من أنفسكم بالأخلاق يا إخوة. قد لا نبلغ درجات الصائمين ولا درجات القائمين ولا درجات المنفقين، قد لا نستطيع أن نكون نقوم الليل كله ولا نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد لا نستطيع أن ننفق الزكوات والصدقات لأن ما عندنا أموال، وقد لا نستطيع أن نكثر من ختم القرآن حتى نحفظه، قد لا نستطيع، لكننا نستطيع أن نحسن أخلاقنا فنكون مسعدين للناس. هناك نوع من الطغيان اسمه الطغيان في الافتراء على الآخرين، أكل حقوق الآخرين. تجد مثلا إنسان قوي يخاصم ضعيف في ماله، أو مثلا رجل يخاصم زوجته لأنه قوي متجبر وهي ضعيفة لا حجة لها ولا مالها نصير، أو قوي حجة يجادل من هو أضعف منه في عمله وهو يعلم أنه على باطل طبعا، أو متسلط يهرب من المسؤولية فتجده يفتري على الآخرين ليبري نفسه، ثم يقول: من ذمتي لذمتكم. إذا وقف أمام القاضي، لأنه هذا بعض الناس مثلا تجده معه محامي جيد، أو مثلا لديه لسان ذرب يستطيع أن يتحدث ويتكلم بفصاحة، وخصم ضعيف لا حجة له ولا ما يقدر يواجه هذا الطاغية. بعض الناس ترى سبحان الله متحايل مكار يعني فاجر خصيم، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، ذم هذا الإنسان الذي يفجر في خصومته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام. نعوذ بالله من هذه الصفة. هؤلاء الذين يعني استطاعوا أنهم ينتصروا بكلامهم، ينتصروا بواسطاتهم، يشترون الشهادات ويزورونها، ثم بعد ذلك يأتون إلى القاضي فيحكم له القاضي، يظن هو الآن أنه خلاص خلت مسؤوليته مدام القاضي حكم، خلاص من ذمة القاضي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يوجد المحامين وغيرهم، قالها. وقال ماذا؟ قال: إنما أنا بشر. أنه كان يقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر، وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يعني كلامه أحسن وأحكم ومضبط الأمور وضابط الشهادات وإلى آخره، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. خلاص أنا أقضي بالظاهر، الآن القاضي ما عنه شيء. لماذا؟ لأنه يقضي بالظاهر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، والله المسألة ما هي سهلة. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. انتبه، هذه قطعة من النار. يقولون في بلاد الشام أنه كان هناك رجل يريد دينا من رجل، رجل يريد دينا من رجل، تمام؟ فذهب إليه وقال: سددني. فقال صاحب المدين، كان عنده مزرعة ولم يكن يريد أن يبيعها حتى لا يخسر، قال له: يا أخي انتظرني، اصبر علي شوي، أنا عندي المزرعة دي لو أنا بعتها الآن انكسرت، ولو يعني يسرت علي فأنا معسر. رفض صاحب المال وتحايل عليه وقال: خلاص اكتب أو ارهن المزرعة عندي واكتبها باسمي رهن، فإذا
يعني نعطيك فرصة سنة، إذا سددت وإلا فإني إيش أبيع المزرعة. اتفقوا، صاحب المزرعة رهن المزرعة عند صاحب الدين وأعطاها إياه، ثم بعد فترة من الزمن وقبل أن يحل وقت الدين استطاع أن يحضر المبلغ الذي لصاحب الدين، فجاءه يعني صاحب المزرعة جاء عند الذي أخذ منه المزرعة ورهنها وقال هذا مالك خذه وأعد لي مزرعتي. فضحك الرجل وقال أي مزرعة؟ قال التي رهنتها عندك على أساس ديني. قال خلاص المزرعة لي وأنا بعتها. قال طيب مالك حق تبيعها؟ أنا ما اتفقنا أنك تبيع، أنا أريد مالي، وأنت تعرف أن المزرعة ذي تساوي أضعاف هذا الرقم الذي لك. فرفض وقال خلاص الموضوع انتهى، ورفض أن يعيد له المال ورفض أن يعيد له المزرعة. فذلك الرجل انكسر وتألم وحلاله ضاع من بين يديه، فماذا يعمل؟ ما الحل؟ لجأ إلى الله عز وجل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الذي أقوله لك. الذي باع المزرعة هذا المتلص هذا ما شاء الله أخذ الأموال ونمى ثروته وزاد رزقه، وظن بذلك أنه يعني أمن من مكر الله عز وجل. وذلك المظلوم الذي أخذ ماله ازداد غمه وهمه حتى جاءه مرض القلب وكان في حالة الموت والاحتضار. ثم بعد ذلك قال لابنه وصية، قال يا بني إذا أنا مت خذوا جنازتي وضعوها أمام دكان ذلك الظالم، وأنا في الأرض ممدود عنده ناده خلوا يجيني. فإذا جاء الرجل قل أبي الميت هذا يقول لك لقد فررت من قاضي الدنيا، وإني أنتظرك عند قاضي الآخرة عند الله عز وجل، عند الذي لا تخفى عليه الخوائف. فانتبهوا يا إخواني من طغيان أكل حقوق الناس، فوالله إن هذا الذي فعله هذا الرجل ما هو إلا قطعة من النار سوف يجدها أمام الله يوم القيامة، والله يعين هذا الإنسان. من الطغيان أيضا يا إخواني أكل أموال الورثة خاصة النساء. تجد سبحان الله العظيم يعني ينزل يموت الأب ثم بعد ذلك يكون هناك إرث، فتجد الأولاد عندهم مثلا أخوات متزوجات أو كذا، فيقولون كيف نعطي حلالنا لزوج فلانة؟ وما هو لزوج فلانة، هو لأختكم، هذه لها نصيب مثل مالكم. فتجدهم سبحان الله العظيم يمنعون حقها من الإرث، وقد تكون محتاجة، قد تكون فعلا تريد هذا المال ولم تعطيه إياه من طيب نفس، أو أحيانا أسكتت عن حقها لأنها تستحي تخجل تخاف أنها يعني تقطع رحمها، عندها إخوان طغاة. فهذا الذي يتسلط على أموال الورثة، في آيات الورثة انتبهوا فيه خاتمة عجيبة جدا يختمها الله عز وجل في آيات الورثة. ما هي؟ في كل نهاية آية يختمها الله عز وجل باسم العليم أو بصفة العلم، فمثلا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. في الآية الثانية وصية من الله والله إيش؟ عليم حليم. وفي الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ماذا؟ عليم. فكثير من أكلة المواريث يصيبهم الجشع والطمع ويجحدون حق إخوانهم ونسوا أن الله سبحانه وتعالى عليم بتصرفهم هذا، وأن المظلومة هذه لها رب يوم القيامة شاهد على ما فعلوه وسينصفها يوم القيامة. فاتقوا الله في أموال الأيتام، هذه يتيمة وأنت أكلت مالها، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. انتبهوا من الطغيان بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حذر من المال وفتنته، فقال ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بارك الله فيكم من أخذ أموال الناس. من الطغيان أيها الإخوة العون في ظلم الآخرين. يعني مثلا نعود إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، إخوان عندهم أخت أو أختين زين، أو قد يكون عندهم إخوة من 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 أبيهم من أم ثانية لكنه ضعوف صغار، فتجد المتسلط أو الكبير يحكم بما يراه ويظلم حقوق الناس. طيب والأخوة البقية يقول إحنا ما لنا دخل، هذا أخونا الكبير ويتصرف. لا يا حبيبي، إعانة الظالم في ظلمه
من الظلم. ولذلك هذا من الطغيان، أن تعين الظالم، أن تعين الظالم على ظلمه، فتجد سبحان الله العظيم يظنون بذلك أنهم يسلمون، وهذا غلط. ماذا يعني؟ شوفوا من حال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أعيد: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا قس عليه هذا الأخ الذي يرى الظلم ولا يقف معه، موظف يرى ظلم المدير على موظف آخر فيسكت عن الحق ولا يقف مع المظلوم، أو يطلب للشهادة فيرفض. إن أيا كان، الصور كثيرة ولا تخفاكم. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ترى ما في سداد فلوس، فليس دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلم، انتبه، العقاب ترى مو بس في الآخرة بل حتى في الدنيا، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله، تخيل إنسان يعيش 50 سنة 60 سنة بعد ظلمه لأحد العباد، أو بعد مثلا أن يعني يطرده من عمله، أو يأكل ماله بالباطل، أو يؤذي هذه الوريثة، أو يظلم الزوج، أي ظلم كان، ويعيش وقد أخذ حقوق الناس في ترف، هذا كل عمره هو يعايش في سخط الله، لم يزل في سخط الله بشرط واحد. ماذا قال؟ قال: حتى ينزع. حتى إيش؟ حتى ينزع، إلا إذا تحلل من هذا الأمر يرتفع عنه سخط الله. الحين بعض الناس يقول: يا أخي أنا أدعي ولا يستجيب الله لي، ليش؟ فتش فتش، يمكن أنك أنت تقوم تدعي وفي واحد آخر ظلمته أنت يوما ما أقوى منك دعاء، ودعاءه يصل ويحجب دعائك الذي ترفعه إلى الله. فتشوا في أنفسكم يا إخواني، انتبه، بارك الله فيكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في إكمال الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني أنت قلت إن هذا ظالم وهو ليس بظالم مثلا، أو تقول هذا يريد أن يأخذ مال ليس له، فمعنى هذا خيانة للأمانة وهو ليس بصحيح. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس، متى؟ يوم القيامة، في ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال يا أحبابي؟ هي صديد أهل النار الذي يخرج من الذين في النار، يجتمع في مستنقع كبير، هذا المستنقع اسمه ردغة الخبال، يحبس فيه، يعني يغمس فيه حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني يتحلل مما قال، اثبت ان هذا فعلا ظالم، او ان هذا كافر، او ان هذا فيه ما فيه، انت وصفته بصفات ليست فيه، اثبت. وانت الحرمة المؤمن عظيمة عند الله عز وجل، يجب ان ننتبه، بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، والألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود. أيضا يا إخواني، من الطغيان طغيان الإنسان باستمراء الذنوب، التمرد على الله، تجد سبحان الله العظيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها، تأتيه العبر والعظات فلا يلتفت، يسمع كل يوم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجده ولا يعترف أصلا في الصلاة، يجد سبحان الله العظيم من ذنب إلى ذنب إلى ذنب، والله يقول له: ونخوفهم 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 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تجده أحيانا يخسر في ماله فيذهب ليرابي لكي يعيد المال، يا أخي الله سلب منك المال عشان ينبهك، فتأتي بمصيبة أكبر من أجل أن تعيش على الظلم. انتبهوا يا إخواني، لازم إحنا ننتبه لأنفسنا. الإنسان عندما يستمرئ الذنب يختم الله على قلبه. تدريش معنى يختم الله على قلبه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذنوب تعرض على القلوب كالعود حصيرا، كالحصيرة يعني فيها عود 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 عود، كذلك الذنوب نقطة 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 نقطة، كل ذنب نقطة سوداء، إذا لم تتبع السيئة بحسنة عشان تمسحها تستمر النقطة السوداء، فتجد نقطة سوداء على نقطة سوداء، تذهب هذه بالتوبة، فإذا لم يتب استمرت الذنوب واستمرت الذنوب واستمر السواد، حتى يصبح القلب كالغربال، يعني أسود، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: كالكوز مجخي، يعني الكاس إذا قلبته لا يمكن أبدا أن يصل إليه الماء، كذلك بعض القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فيختم الله على قلبه. إذا ختم الله على قلبه يلا راح دور أحد يفتح على قلبه. شوف الآية هذه، احفظوها وانتبهوا لها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
هو لم يسجد لصنم، لا، هو قدم مراده على مراد الله، صلى ما راح أصلي، هذا حرام لا أباكله، هذا ما يجوز لا سأفعله، خلاص أصبح هواه هو المقدم على الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص الآن الله إذا كره من العبد الطاعة ختم على القلب، من يقلب القلوب إلا الله عز وجل، ختم على سمعه فتجده لا ولا يعني ما يزدري أصلا ولا يستمع لكلام الله ولا للمواعظ، وكم من خطيب وكم من آية تقرأ ولا يهتم، وقلبه ختم أيضا على سمعه وقلبه، تمام، وجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو يدري أنه ضال لكنه مستمر معاند، شو هنا في فرق بين الجاهل وبين المعاند، لذلك خص الله عز وجل وقال على علم، يعني هو يدري أن هذا غلط ومستمر معاند، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص ما يرى، يعني لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعوذ بالله، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. يقول تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، أفلا تذكرون. أنا عندي وصايا سريعة أتمنى من الله تعالى أن أوفق في أن أوصلها إلى قلوبكم الطيبة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربع من السعادة، أربع من السعادة، يعني أشياء تدخل إلى قلبك السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. الزوجة، والمسكن، والجار الطيب، والمركب الهني. وأربع من الشقاء العكس: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السيء. ولذلك إخواني اجتهدوا في اختيار الزوجة، اظفر بذات الدين وصية ذهبية احفظها، لأن الدين يستر كثير من الأخطاء، حتى الرجل حتى الذي يريد أن يزوج ابنته يبحث عن صاحب الدين قبل أن يبحث عن أي صفات أخرى، الدين، لأن الرجل الدين يسقل يربي يخوف الإنسان بالله في أي علاقة يقيمها بينه وبين زوجته، والمرأة كذلك. إن بقاء زوجتك أو عفوا ابنتك عندك في بيتك عانس خير من أن تأتيك مطلقة بسبب رجل فاشل، وأيضا استعجالك أيها الرجل في الزواج من أي بيت حسب سمعة أبوها مثلا، لأن بعض الناس يأخذ بالسمعة، لا تستعجلوا وتخيروا لنطفكم واحرصوا على المنبت الطيب. ثانيا قد يكون الزواج تم وانتهى فيفاجأ أحد الزوجين بأن الطرف الآخر سيء، إما الرجل سيء أو المرأة سيئة، هنا لابد من تفعيل دور العقل، لا نبحث عن أسرع الحلول، أسرع الحلول أبسطها الطلاق والانفصال، لكن له عواقب وخيمة على الرجل والمرأة والأولاد. ولذلك نحكم العقل، نفعل جوانب الخير في المنزل، نحيي الذكر، نحيي القرآن، نبحث عن الأشياء الجميلة التي يحبها الطرف السيء، يعني مثلا امرأة كانت امرأة صالحة وزوجها سيء، بدأت تقوم الليل وتقوم وهي تصلي فترفع يديها وتدعو له وهو نائم أصلا لا يصلي، وكانت دائما تكرر هذا الأمر مع الصبر والأناة وتؤدي حقه، فكان هذا له أثر كبير على زوجها. وكذلك الرجال، ابحث عن منابت الخير في زوجتك وأحيها، فمهما كان مردها إليك ومردك لها، والعشرة لا تأتي في يوم، يعني 90% من الزواجات تراها رحمة، المودة اللي هي الحب والغرام قليل، ولذلك الرحمة تنبت وتنشأ مع الصبر والمصابرة. ثالثا وزع الأدوار، يجب أن يعرف كل واحد منا واجبه. الله عز وجل لما أنزل آدم وأهبطه ماذا قال؟ قال إن هذا عدو لك ولمن؟ ولزوجك. ثم قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، كل مثنى مثنى، أنت وزوجتك، أنت وزوجتك. فلما جاء عند الشقاء قال للرجل فتشقى. إذن
الرجل هو الذي مطلوب منه الشقاء والتعب. يخطئ الرجل عندما يطلب من المرأة أن تقوم بمهامه، وكذلك المرأة تخطئ عندما تضغط على زوجها فتطالبه هو بمهامها. الرجل هو الحماية الخارجية، والمرأة هي الحماية الداخلية. وزعوا الأدوار. الرجل الذي يعتمد على زوجته في وظيفتها وفي رزقها وفي جلب الرزق هذا رجل فاشل، والمرأة التي تأخذ دور زوجها فتخرج كثيرا عن بيتها وتهمل بيتها هذا فشل. لا أريد التفصيل في هذا، ولكن يجب أن يعرف كل واحد من الطرفين دوره في منزله. وزعوا الأدوار واتفقوا وتصالحوا فيما بينكم. رابعا، تأملوا معي هذه الظاهرة. الآن في أطفالنا لعلكم تلاحظون الميل إلى الراحة وعدم بذل المجهود، ما في جدية في حياتهم، فيه ضعف في المسؤولية، فيه تعلق بالألعاب الإلكترونية، فيه ضعف بالمهارات والألعاب الحركية مثل الكرة، مثل أي ألعاب حركية ضعيفة معظم وقته وهو أمام هذا الجهاز، فيتبلد ويتبلد. وليست قضية تبلد الجسد، المشكلة في الفكر عندما يبدأ يدخل في ثقافات كثيرة وأنت غافل عنه. فما هو دور الوالدين؟ هل جلست أنت وزوجتك ووضعت حدود لهذا الأمر؟ هل درستم ماذا يقرؤون أو يشوفون ينظرون إليه أبناؤكم؟ انتبهوا يا إخوة، الأولاد في الصغر سهل توجيههم، ولذلك أرهقوهم في أجسادهم، أشغلوهم بما هو خير لهم وتفننوا في ذلك، ابحثوا. هذه قضية معضلة عظيمة، أهم من الدين الذي تحمله. بعض الناس يصرف هموم على الدين أكثر مما يصرف من هموم على تربية أبنائه. إن بناءك أبنائك خير من بنائك لأبنائك. ما معنى هذه العبارة؟ إنك تبني أبنائك وتجعلهم رجال غدا يقومون بأنفسهم، ترى أهم من أنك تروح تتدين وتقعد طول عمرك مديون عشان تبني لهم بيت، لأنهم إذا أصبحوا رجال غدا قاموا بك وبأمهم. ولكن إذا بنيت الدار والقصر وأمضيت عمرك كله وأنت خارج المنزل ثم إذا بأولادك ضائعون، ما الفائدة؟ انتبهوا يا كرام. خامسا، أوصيكم بالاحترام. الاحترام الاحترام، أي بيت أي علاقة أيا كانت تبنى على الاحترام والله تدوم. والاحترام مطلب، يعني ما في داعي رفع الأصوات، إهانة أحدهم أمام الآخر، السخرية مثلا باللباس أو بأهل الزوجة أو بأهل الزوج، يعني كثير صور عدم الاحترام. انتبهوا، الاحترام مطلب يا أخوة. لماذا نحن محترمون مع كل الناس إلا مع زوجاتنا؟ لماذا؟ لماذا المرأة ما شاء الله عندما تجدها تتكلم مثلا مع الناس تقول ما هذا الملاك؟ فإذا أردت علاقتها معك وإذا قمة الأدب والسفالة. الاحترام مطلب، وأي بيت يبنى على الاحترام سينمو فيه الحب. فإذا انتشر الحب في أي عائلة سنسكت كلنا عن أخطائنا وعن تقصيرنا ونبني حياتنا. سادسا يا إخواني، حصنوا بيوتكم. يعني قراءة سورة البقرة، هل تقرؤونها في بيوتكم؟ اقرأها يا أخي ولو مرة في الأسبوع أو في الشهر، تطرد الشيطان بإذن الله تعالى. يعني ذكرك لله تعالى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يعني أنت الآن بعض الناس فاتح ضيافة للشياطين يرتعون في بيته، لماذا؟ ما في أي تحصيل. انتبه، الأرواح هي التي تعالج وليست الأجساد. فلذلك أطرد الشياطين عن بيتك. مثلا الالتزام بالصلاة مطلب مهم، ما دورك أنت في بيتك؟ هل أنت فعلا ممن يصلي في بيت الله لينظر الأبناء إلى قدوة صالحة، أو أنت آخر واحد يهتم بالعبادة والطاعة؟ انتبهوا يا أحبابي وحصنوا بيوتكم. أحبابي ضعوا دائما أمام أعينكم هذا الحديث الخطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعني تكون راعي لبيت أو حتى راعي في عمل، لكن حنا الآن نتكلم عن الأسرة، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انتبهوا يا أخوة، والله المسؤوليات ترى مهمة، لا تغفل هذا الجانب. يعني مثلا إهمالك للنصح والتوجيه، فتجده مثلا
مبدع مع ابنه في تعليمه من أصلك وما فصلك وما هو من أنت، وما شاء الله نافخ فيه نفخ حتى تنجد الابن مثل الطاووس. وفي الأخلاق في الحضيض، ما الفائدة؟ حسنوا أخلاقهم، الخلق هو الذي يرفع الإنسان، وليس لا قبيلته ولا ماله ولا منصبه. والله لا يلتفت الناس إلى هذا كله فيك، إنما يلتفتون إلى أخلاقك، فعلموها أبنائكم. أيضا مثلا بعض الناس مفتوح البيت، السماح لمن هب ودب الاختلاط بأهل بيته، يمكن جارك رجل صالح لكن امرأته امرأة سوء، لا يدخل بيتك أي إنسان ولا أي امرأة، انتبهوا. أولادك إذا جوع حط أولادك في بيتك، لا تجعل أبنائك يبحثون عن الشر خارج المنزل، أخل الشر عندك في بيتك إذا بليت، واجعلهم تحت عينك وراقبهم، من يجلسون معه، من يتكلمون معه. الآن هالبنات اللي تطلع في الشوارع بكامل زينتها وهي عندما تذهب إلى دوامها تقول والله ما كأنها داخلة على قصر أفراح، وين؟ ما لها أب، ما عندها أخ، وين دور الوالدين في هذا الأمر؟ انتبهوا انتبهوا يا أحبابي لبيوتكم، يجب أن نعظم في قلوب أبنائنا وأهلنا مخافة الله. أيضا مثلا من الأشياء الجميلة التي تساعدك أيها الأب، فعل الدور الاجتماعي. ما هو الدور الاجتماعي؟ اذهبوا إلى الجمعيات الخيرية، ساهموا في مشاريع الإطعام، في مشاريع الأيتام، في علاج المرضى، خذ أبنائك يوم روحوا زوروا المستشفى، يعني اغتنم فرصة أن لك قريب مريض، ثم خذ زوجتك وأبنائك واذهبوا وقل انظروا يا أولادي إلى نعمة الصحة. هذا الدور الاجتماعي يحيي في قلوبهم حب العطاء. أيضا من الأشياء المهمة التي افتقدناها للأسف، يعني تنمية حب الوطن في قلب ابنك. أنا لماذا أقول لك هذه النقطة مهمة؟ لأني أريدك أن تعلم ابنك كيف يحب وطنه. حبك لوطنك ليس لمز الآخرين ولا قذف الآخرين ولا التكبر على الآخرين، حبك لوطنك أن تكون نموذج صالح، هذا حبك لوطنك، أن تكون إنسان فاعل، أن تكون إنسان ذا عطاء، أن تكون إنسان مسؤول، أن تكون إنسان يهتم ببلده ووطنه ويهتم بحرصه على أمنه. وفعلوا هذه الجوانب أحبابي. الأسرة مشروعك الأول في حياتك، أنت مطالب الآن بطاعة الله ثم الوالدين، وأهم مشروع تبنيه هو امتدادك، خلفك، أبنائك، إذا لم تهتم بهم فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله أن يعيننا جميعا على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا لفعل الخير وبذله، وأن يصلح زوجاتنا وذرياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. ثلاثة أشياء تجلب لك السعادة في حياتك، لأن السعادة وين مقرها؟ في الدماغ ولا في الرجلين ولا في البنكرياس؟ السعادة في القلب، ولا يقلب القلوب إلا الله جل جلاله. علشان كذا أول سبب عظيم من أسباب السعادة طاعة الله عز وجل والقرب منه. الله قالها في القرآن، شوفوا الآية هذه ما أجملها، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الآن ما استثنى أحد، ذكور وإناث، عمل صالحا، لكن اشترط بعدها شرط، قال وهو مؤمن. ممكن أن تنفق وأنت ترائي ما تحقق لك السعادة، ممكن تبر بوالديك بس عشان الناس يفكونك شرهم ما تحقق السعادة، ممكن تصلي لكن ما تصلي إلا خائف من الناس ما تحقق السعادة. إذن الشرط في العمل الصالح أن تكون مؤمن صادق مع الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا له يا رب؟ قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآن شوف، ضمن لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كيف؟ سعادة الدنيا بالحياة الطيبة، ممكن تكون على عربية وشل الرباعي وتعيش الحياة الطيبة. لماذا؟ البال مرتاح. والآخرة ضمنها لك كيف؟ لما قال نجزينهم أجرهم، متى الإنسان يأخذ الأجرة؟ بعد نهاية العمل، أليس كذلك؟ فأنت إذا أقبلت على الله يعطيك الله الأجر. هنا الله أعطاك شيء جميل، ما هو؟ قال بأحسن ما كانوا يعملون.
تدري ايش معنى الكلام هذا؟ يعني ينظر إلى صيامك يوم القيامة، كم صمت من سنة؟ صمت مثلا 40 سنة، ينظر إلى أحسن صيام صمته فتأخذ الأجور بناء عليه، ما يؤخذ على أسوأ صيام، لا، أفضل صيام، وهذا من عطاء الله لمن رضي الله عنه. فهمت النقطة هذه؟ يعني يؤخذ أفضل عمل ويسحب عليه باقي الأعمال، وهذا عطاء الله عز وجل. الإنسان عندما يضمن هذا الأمر ألا يتحقق له السعادة؟ تتحقق له السعادة. الأمر الثاني اللي يحقق للسعادة راحة البال، لا تشغل بالك يا أخي. بعض الناس سبحان الله العظيم دائما متوتر، دائما مهموم، شايل هم الرزق، شايل هم الحياة، شايل هم الأولاد، شايل هم الصحة، كل يوم هو تلقاه في تحليل وكل، يا أخي لا، ريح بالك، ريح، لن يحدث إلا ما كتبه الله، ابذل الأسباب واجتهد، لكن لا تشغل بالك. ليش تحرق أعصابك؟ ليش تريد أن تحمل الدنيا كلها على رأسك؟ وسع صدرك يا أخي، الدنيا لا تستحق كل هذا العطاء الذي تبذله. تجد الإنسان بعض الأحيان يشتغل 18 ساعة في اليوم، ليه؟ قال يا أخي بأمن مستقبل الأولاد. يا أخي مستقبل الأولاد بيد الله، ما هو بيدك. ريح بالك وارتح، خذ فترة راحة، متع نفسك، نفسك هذه تحتاج إلى وقت ترتاح فيه. الثالثة القناعة. يلا من يستطيع أن يحصل على القناعة؟ هذا الشيء الذي صعب جدا أنك تحصل عليه. من منا يستطيع أن يقنع بما لديه من المال وما لديه من الصحة وما لديه من البيت وما لديه من الأولاد؟ هل حنا الآن مثلا في حياتنا ننظر إلى من هم أقل منا في الدنيا، أو دائما ننظر إلى من هم أعلى منا؟ ولذلك إذا كنا ننظر إلى من هم أعلى سنتعب، لأن إمكانياتك ما تؤهلك أنك تصل إلى ما هو أعلى، ولذلك ستتعب. عشان كذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. شوف الآن رجعنا إلى طاعة الله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك يا إخواني أبعطيك أنا 6 وصايا سريعة طبقها في حياتك، والوصايا كثيرة لكن إن شاء الله نجعلها في أكثر من خطبة. لا تؤجل السعادة، لا تؤجل السعادة، عش السعادة في لحظتها. يعني لا تربط سعادتك بالنتائج. بعض الناس يقول أنا ما راح أكون سعيد حتى أتوظف، فيبدأ في نكهة حتى يتوظف. لا، عش يومك، عش لحظتك، عش الوقت اللي أنت تعيش والفرص اللي تعيشها، ارتاح. لذلك لا تؤجل السعادة، كل ما جاتك فرصة أنك تكون سعيد اسعد فيها، انبسط، ريح نفسك، وسع صدرك، لكن تجنب الحرام وخلك في دائرة الحلال ترتاح بإذن الله تعالى. هذا يدفعنا إلى الأمر الثاني، ما هو؟ اقتنص الفرص. عندك أم وأب، استغلهم، تقرب منهم، اكرمهم، وهو مؤمن انتبه. لماذا؟ لأن هذول بابك إلى الله عز وجل. عندك مثلا صحة وفراغ، عندك وقت، استثمر. نعمتان مغبون عليها كثير من الناس، الصحة والفراغ. الآن أنت فيك شباب، فيك وقت، فيك صحة، لكن يمكن ما عندك مال. بكرة إذا شيبت بيصير عندك مال، لكن ما في صحة ولا فيه وقت، مشغول، أو عندك وقت وعندك مال لكن ما في صحة. هذا ضيع عمره وهو يبني، وذاك ضاع عمره وهو يبني. لا لا، استمتع واستغل الفرص التي تأتيك. عندك صديق طيب، استمتع معه إذا كان صالح. عندك فرصة أنك تذهب في عمل خيري، اذهب. عندك فرصة أنك تعمل في سعادة إنسان، اعمل. عندك فرصة أنك تبني مسجد، ابن. عندك فرصة أنك تسعد إنسان، اسعد. عندك فرصة أنك تفرج عن مكروه، فرج. استثمر الفرص، ترى هذه تجلب لك السعادة. ثالثا، اغلق الملفات المفتوحة. كيف يعني؟ حين بعض الناس ما الذي يلخبط حياته؟ عليه مخالفات ما سددها، يقول بعدين. الأجار متأخر، يقول بعدين. فلان يبغى منه مبلغ، إيه بعدين. زملائه بينهم مخاصمة، هو يقول إيه بعدين. كلش بعدين بعدين بعدين. فلما يجلس مع نفسه ويبدأ يفكر بهذا وهذا وهذا، يأتيه النكد. لا لا لا، سكر ملفاتك أول بأول، حاول أن الشيء ما يتراكم. تراكمات هذه تتعب روحك، وأنت روحك رقيقة ما تتحمل. اغلق
طبق هذه الملفات وريح بالك. الرابعة، جاء عن حبر من أحبار بني إسرائيل، اسمع، كان يناجي ربه فيقول: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، يعني أنا غرقان في الذنوب ومع ذلك ما شفت منك أي عقاب. فأوحى الله إلى نبي ذلك الوقت وقال: قل له كم أعاقبك وأنت لا تدري، أما سلبتك حلاوة المناجاة، أما حرمت لذة العبادة، أما رأيت أنك لا تستطيع أن تستمتع بآية؟ أليس هذا حياة بعض الناس؟ ما يستطيع، هو يظن أنه سعيد وغردان في الذنوب بينما هو يجد نسي أنه ما يستطيع أن يقوم يصلي الفجر مع الجماعة، ما أعانه الله، نسي أنه ما يستطيع أن يصلح ما بينه وبين الناس، ما أعانه الله. انتبه، فتش دائما في نفسك، إذا رأيت في نفسك كسل عن الطاعة ترى يمكن أنك محروم ومعاقب وأنت ما تشعر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، خليك إنسان محسن يا أخي، خلي يدك عليا. ترى الإحسان لا يشترط أن يكون بالمال، في شفاعة حسنة، في خدمة، في نصيحة، في توجيه، في إرشاد، في قضاء حوائج. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة جميلة: الدال على الخير كفاعله. أنت ما تقدر أنك تفرج كروة فلان، ساعد ووصل الغني بالفقير، خليك إنسان نافع، هذا من الإحسان. الإحسان يجلب إلى نفسك السعادة، ترتاح، تنبسط وانت تشوف الناس تفرج كربها والسبب هو أنت. أخيرا، اسعد نفسك بنفسك، يعني لا تحاول دائما فقط يعني تفكر في النكد. أعطيك مثال، تطبيق مثال الآن. الحين غمض عينك، إذا غمضت عيونك وفتحتها ورأيت أنك تبصر، تراك أنت أفضل من 50 مليون إنسان على وجه الأرض ما يشوفون. احمد ربك، أنت عندك نعمة موجودة، أنت الآن تستطيع أنك تقوم وتوقف وتمشي وتروح وتجي، تراك أفضل من 200 مليون معاق حركيا على وجه الأرض. شوف الأشياء الجميلة في حياتك واستمتع فيها. لماذا لا تنظر دائما إلا الجانب السيء؟ القمر هذا وهو القمر له جانبان، جانب مظلم وجانب مضيء، أليس كذلك؟ لماذا لا نفكر إلا بالجانب المظلم ونترك الجانب المضيء؟ في أشياء جميلة في حياتك استمتع فيها يا أخواني، عيشوا السعادة، والله معنا مقومات السعادة. ولذلك لا تقتل نفسك بنفسك بالهم والغم والنكد وتحميل الهموم، ريح بالك، اجتهد، اقرأ كثيرا عن السعادة، اسمع كثيرا عن السعادة، واربطها كلها بالله، لأن السعادة مقرها القلب. ولا يمكن أبدا أن يقول الله شيء وأصدق نفسي. الله ماذا قال؟ قال: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هي قاعدة، ترتبط بالله يبعد الضنك عن قلبك، تبتعد عن الله والله ما تلقى السعادة، ستبتل تركض في دنياك ولن تحصل إلا ما كتب الله، حبالك مع الله. أسأل الله أن يشرح صدورها وأن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الإنسان الذي يحب ربه فعلا تظهر عليه علامات. الله عز وجل يا أخواتي إذا أحب العبد نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلان، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: يا ملائكة السماء، السماوات السبع مصطكة، كل السماوات السبع ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد لله أو راكع، كله منادين جبريل: يا ملائكة السماء، إن الله أحب فلانة، أحبك الله باسمك، فيحبه أهل السماء كلهم. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ يطرح لها الله القبول في الأرض. فأول علامات محبة الله للعبد أن يطرح الله القبول لهذا الإنسان. فمن وفق للقبول بين الناس وأصبح الناس تأمنه ويسعدون برؤيته ويدعون له ويذكرونه بخير ولو كان غائبا، هذه أول علامة من علامات محبة الله للعبد. فالله عز وجل إذن إذا أحب العبد طرح له الله القبول في الأرض. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول:
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع بها نسب. إذن من علامات حب الله للعبد أو للأمة أن يعينه الله، فتجد عينه تكره الحرام، تجد أذنها تكره الحرام، ولسانها يكره الكلام بالحرام، تكره الغيبة، تكره النميمة، تكره الكذب، ما تستلذ بها، وإذا كذبت تجدينها تستغفر. هذه علامة من علامات حب الله للعبد. من علامات حب الله للعبد أن يجعل الإنسان يكره أن يأكل حرام أو أن يرى حرام أو يعمل حرام. فإن وجدت هذه الصفات فيك فاعلمي أنك حبيبة إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على طاعة الله ومرضاته. أيضا من حب الله للعبد أن الله تعالى يحمي عبده المؤمن في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الآن بعض المرضى نمنع عنهم بعض الأغذية، لماذا؟ حتى لا تضر هذا الغذاء، فنحميه منها. فالله عز وجل إذا أحب العبد حماه من الحرام، كره إليه الحرام، يعصمه من الحرام، تجد سبحان الله يصرف عن الحرام، يعني يصرف بتدابير الله. قد يخسر هذه التجارة، لماذا يخسر الله التجارة دي؟ لأن هذا مال حرام، فيخسرك الله إياه محبة لك. هذه من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. من علامات محبة الله عز وجل للعبد الصالح أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى أجمل الصفات، إلى الرفق، إلى اللين، إلى ترك العنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. ما هو حالك مع الناس؟ هل أنت اللين الهين السهل؟ هل أنت ذلك الذي حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة، المؤمن السهل اللين؟ هل أنت كذلك؟ هل أنت رفيقة بالناس أو أنت غليظة متكبرة تؤذين الخلق بلسانك وتؤذين الخلق بأعمالك؟ إن كنت كذلك فلست من أحباب الله، وإن كنت ترين من قلبك اللين والرحمة والرفق في الآخرين، فوالله هذه علامة توفيق وعلامة من علامات حب الله عز وجل للعبد وللأمة الصالحة. إذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد أو الأمة فإن الله تعالى يبتليه في الدنيا. الله أكبر، كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الابتلاء يا أخواتي من الله عز وجل لا ينزل إلا بحكمة من الله تبارك وتعالى، فكل ما يأتينا من بلاء فهو بحكمته وعدله، وكل ما يأتينا من خير فهو بفضله وبرحمته، فنحن نتقلب ما بين رحمة الله وعدل الله. هل هذا هو ظننا بالله إذا جاءنا المرض؟ فإذا جاءك المرض يا أختي الفاضلة انظر إلى حالك، انظر إلى حالك، هل أنت امرأة صالحة طيبة ثم بليتي؟ إن كنت كذلك فلا تظني أن هذا الابتلاء لأن الله يكرهك. انتبهوا يا أخواتي، هذا كلام دقيق جدا، دقيق جدا. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ وأنا تكلمت عن هذا في أحد مقاطعي في قناتي. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ الفرق بين البلاء والابتلاء كلها تنزل من الله، لكن الفرق في حال المبتلى نفسه، الفرق في حال المبتلى. فإن كان هناك عبد أو أمة فيه فسق ظاهر وظلام ظاهر وظلم وأكل للمال بالباطل،
فإن هذا إذا ابتلي فإنه عقاب من الله عز وجل. كيف تعرفون الفرق بين العقاب والرحمة؟ العقاب أن ينزل البلاء على إنسان وهو حاله سيئة مع الله عز وجل، هذا الإنسان هنا يعاقب، ولكن حتى عقابه هو رحمة من الله. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا الله، ما أعظم هذه الآية! ظهر الفساد في البر والبحر، يعني الفساد هنا له معنى، يعني الفساد اللي هو الإفساد اللي تعرفه المعروف، والمعنى الآخر وهو معنى دقيق أي أن الله يفسد على هذا الإنسان حياته، فتجد عنده أولاد لكن لا يستفيد منه، ما يبرون فيه، عنده مال لكن لا يتمتع فيه، عنده صحة لكن ما يتمتع فيها، ما عنده ما يستمتع بصحته، عنده أشياء نعم لكن ما يستطيع أن يتمتع فيها، هذا يفسد عليه حياته. طيب لماذا يفسد الله عليه حياته؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. أنت جبنا لك المال، رزقناك المال فاستخدمته بالحرام فنفسد عليك مالك. أنت رزقك الله الأولاد والذرية فإذا بك تضطر وتتكبر على خلق الله فيفسد الله عليك حياتك. أنت أعطاك الله الصحة والعافية ورأيناك تفسق وتفجر فنبتليك بالمرض عشان ما تتمتع بصحتك. طب لماذا هذا كله يا رب؟ قال: لعلهم يرجعون، لعل هذا المرض أو هذا الابتلاء أو هذه الخسارة تكون فرصة لك لترجع إليه. الله أكبر، هذا الابتلاء. إذن هنا سنجد أن هناك حب من الله لعبد، لكن الله عاتب على هذا العبد لأنه أخطأ، فلذلك يبتليه عقابا له لعله يرجع. أما العبد الآخر الصالح، وأنت أعرف بنفسك إن كنت أمة صالحة لا تضرين أحد وتنفعين الناس، ثم فجأة بليت بمرض، بليت بمصاب، هذا رفعة لك وعزة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن كل الأنبياء ابتلوا. نبي الله أيوب كان صاحب مال وصاحب أولاد وصاحب خير ووجيه في قومه، فيأتيه المرض 16 سنة حتى يموت كل أولاده وتفنى كل أملاكه. هل لأن الله مثلا يعاقبه مثلا بشيء؟ لم يذنب، هو نبي الله معصوم، لكن الله عز وجل ليرفع هذا النبي وليكون هو مضرب الصبر لكل الخليقة. فلما عاد إلى ربه، يعني لما لجأ إلى الله عز وجل، حتى لجوء إلى الله انظروا إلى الأدب، ما لجأ إلى الله لجأ العاتب: ليش يا ربي تعذبني أنا بس، أنا نبي. الحين بعض الناس سبحان الله العظيم إذا صلت مثلا وحافظ على صلاته وجاءها مصيبة: يا ربي أنا وش ذنبي، أنا الصلاة وأصلي والديني وبرهم، ليش تعذبني؟ ترى في ناس كذا. هذا نبي الله يبتلى 16 سنة، ولولا أن زوجته قطعت ظفائر شعرها لتشتري أكلا يأكلونه لما تكلم، كان استمر بصبره. وماذا قال؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بس ترى ما قال غير كذا. شوف الأدب، شوف الأدب في حواره مع ربه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني كان يقول: يا رب أنا مسني الضر، وإن كان ودك يعني ترغب يا رب وتحب أن تشفيني فاشفيني، وإن كان ما تحب فأنا صابر. ما أجمل هذا التلطف وحسن الظن بربه. فإذا بالفرج يأتي، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد ومشرب، ضربة واحدة في الأرض فتنفجر عينان، فيشرب من الأولى فيشفى من الداخل، ويغتسل في الثانية فتأتي زوجته فلا تعرفه، شوفي من كل سقم. إذن الابتلاء هذا دليل حب الله للعبد، فإما أن يقومه لأنه أخطأ ويعدل سلوكه لعله أن يرجع فيكون خيرا له، أو أن يرفعه بهذا الابتلاء الذي يصيب. فهذه علامة من علامات محبة الله للعبد. لذلك إذا ابتليت يا أختي أو جاءك المرض أو جاءك أي أمر من أمور الدنيا فلا تغضبي على ربك، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد على حسب دينه، والعبد يرتفع منازل بهذا بصبره على البلاء. أيضا من علامات محبة الله عز وجل أن أحيانا تعجل عليك العقوبات في الدنيا لا يستدرجها الله، لأنه سبحان الله العظيم بعض الناس سبحان الله العظيم
يعني يمدهم الله في طغيانهم يعمهم، يكره الله منهم الطاعة، ما يحب طاعاتهم، فذلك يتركهم، خله يستمر غارق في ذنوبه، لأن الله كره منه الطاعة، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. وبعض الناس لا، تجد سبحان الله العظيم الله يعجل له عقوبته في الدنيا. لماذا؟ لكي يمحص الله سبحانه وتعالى ذنبه، ولكي يطهره من هذا الخطأ. ولذلك الكفارات هذه رحمة من الله بالعباد، فالقاتل عندما يقتل خلاص سقط الحق الذي للأولياء المقتول، والسارق عندما تقطع يده خلاص سقط حق الله في حقه. لماذا؟ هذه كفارتك. فلذلك ترى الكفارات هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. والله لا نوفى في الدنيا خير لنا من أن نوفى يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الخطير الذي نرى بأعيننا الابن يفر من أمه والأم تفر من ابنها، كل خائف، كل يخاف على حسناته. لا والله، إذا أحبك العبد، إذا أحبك الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لك بعقوبتك في الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة فتؤخذ منك. أيضا من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد أن يوفقه الله عز وجل لخدمة الناس وإعانتهم وتفريج كربهم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إلى الله؟ من هو أحب الناس إلى الله يا رسول الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ها يا أخواتي، هل أنتم من هذا الصنف؟ هل أنتم من الذين ينشرون الخير وينشرون البشرى؟ أو أنتم من اللي يفرحون بأي خبر سيء ينشرونه بين الناس؟ هل أنتم من تقضي حوائج الناس إذا مرضت جارتها، ولا إذا مرضت أختها، ولا زوجة ابنها فزعت وعالجت وساعدت؟ هل أنتم من الذين ينفعون الناس؟ أنت أعرض بنفسك، قيس الآن، استعرض بحياتك، هل الناس تنتفع منك؟ والله يا بعض الناس أنها تولد وتموت ما انتفعت منها بنتها ولا جارتها اللي في جنب بيتها، شغالتها تقعد 10 سنين 6 سنين 5 سنين عندها في البيت ما سمعت منها كلمة مرة، تقوم تعلمها صلاة. ترى في ناس كذا، وفي ناس ما شاء الله مثل النحلة، نحلة لا يأكل إلا لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وإذا وقعت على شيء إلا تكسر. خير وإما راحت خير، مثل المطر أينما حلت أنبتت. في بعض الناس كذا، وبعض الناس أعوذ بالله شر ما فيهم فائدة ولا خير. فإذا أحب الله عز وجل العبد وفقه لحب الخير ولفعل الخير ولبذل الخير. وأحيانا يا أخواتي تجد مثلا إنسانة فقيرة بسيطة، لكنها والله في ميزان حسناتها من الصدقات ما ليس عند الأغنياء. أعيد، بعض النساء وبعض الناس فقير ليس عنده يمكن ما يملكه، لكنه لديه من حسنات عن طريق الصدقات ما ليس عند الأغنياء. لماذا؟ لأنها وسيطة خير، تسعى في حوائج الناس، هي ما عندها شيء، لكن هذه والله عليها فاتورة كلمت جارتها فعلا، وهذه عليها كذا وكلمت جارتها. وأنا لي مقطع يمكن شفتوه اليومين هذه نزل لوالدتي، أنا لأمي، أهداها والدي قبل أكثر من 60 سنة هدية في ليلة زواجها. والدي متوفي الآن من حوالي 32 سنة رحمة الله عليه، ومنذ ذلك الوقت وهي تضع تلك المزهرية التي أهداها لها. وشوف المقطع انتشر اليومين هذه انتشار عجيب في تويتر وفي كل مكان، انظروا إليه، هذه 32 سنة وهي تضع هذه المزهرية كل ما جاء ضيوف اللي جاي حطتها قدامه، يعني مثل تقول اللي وده يحط شيء، وهذا يحط ريال، وهذا يحط قرش، وهذا يحط نص، وهذا يحط 5، ثم تأخذها في نهاية الأسبوع تقول: اللهم أن هذا عن أبوكم، تصدقوا وأعطوا، تعطي الفقراء والمحتاجين. فسبحان الله العظيم، إذا حب الله العبد أعانه على نفع الناس. فهل أنتن كذلك يا أخواتي؟ فتشوا في حياتكم، هذه علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد. أيضا من علامات حب الله للعبد أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى حسن الخلق، إلى حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس، جاءوا ناس عنده يعني زاروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: أحاسنهم أخلاقا. أحاسنهم أخلاقا، من هو صاحب الخلق الحسن الذي لا يحسد ولا يحقد ولا يؤذي أحد، الذي كلما رأوه الناس استبشروا بوجهه؟ أنت بالله عليك يا أختي إذا اتصلت على أحد هل يستبشرون بتلفونك يا هلا ويا مرحبا، ولا ما يردن عليك؟ الدقين 6-7 مرات ما يرد عليك، ليه؟ خايفين منك ومن لسانك. ها أي أيوة، أحسن أخلاق، أحسن أخلاق، حسن الخلق الذي يبش فيه حتى الأطفال، والذي يبش فيه الجميع، والذي إذا ذكرت تكره الناس بخير. لماذا؟ لأنها سهلة. من هو أنفع، من خير الناس يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي ليس في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. هل أنت من هؤلاء؟ التقي معروف، التقي اللي خاف الله، النقي إيش النقي؟ الصافية اللي نيتها صافية، اللي ما تبطن إلى الخير للناس، اللي ما في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. هل أنت كذلك؟ ابشري بالخير، أنت من أحب الناس إلى الله عز وجل.